أتحدى علميا واقعا مورد واحد أنه إلى 150 عام بعد رسول الله يوجد مورد واحد أن الأئمة طلبوا من الناس شنو؟ خمسة أرباح المكاسب. ونفس هذا البيان نحن ذكرناه في مسألة خمسة أرباح المكاسب أعزاء، في نفس هذا الكلام قلنا بأنه لو كان هذا الحكم يدل الآية ما غنمتم إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، الآية دال على خمس أرباح المكاسب، كان أولا على النبي ماذا؟ أن يبين. أن يبين، مو فقط يبين، ثانيا يبعثوا بالولاة والكذا حتى يستلمون شنو؟ خمس أرباح المكاسب. تقولون لماذا؟ أقول باعتبار أنه في باب الزكاة فعل أو لم يفعل. انظروا اقرأوا التاريخ سنة وشيعة أنه بعث لأخذ ماذا؟ لأخذ الزكاة. أقول لماذا لم يذهب مرة واحدة لأخذ شنو؟ خمس أرباح المكاسب، بعث الخمس، الذي يصير خلط، بعث الخمس، ولكنه خلط أمثال سيد مرتضى العسكري ونوري همداني وطبقة، قالوا هاي الولاد بابا بعثهم للغوص وغيرها وغيرها، مو خمس شنو؟ خمس أرباح المكاسب بحثنا، مو الأنواع الأخرى. هذا الخلط موجود مفصل في كلمات سيد مرتضى العسكري، وأعرف شلون في مقدمة كتابه مولانا المرآة العقول مجلدين، شوفوا هذا الخلط موجود في بحث الخمس وهاي الولاة وهاي الكذا في دليل الآية. مولانا بحثنا وين احنا؟ أرباح مكاسب. أتحدى علميا واقعا مورد واحد أنه إلى 150 عام بعد رسول الله يوجد مورد واحد أن الأئمة طلبوا من الناس شنو؟ خمس أرباح المكاسب. فإن قلت أن النبي بيّن والأئمة بيّنوا ولكن الحكام سووا، الجواب هذا الخمس إذا كانت الآية دالة على خمس أرباح المكاسب، شنو مجانين الحكام يقبلون اثنين نص زكاة ويعيفون شنو 20% الخمس؟ خو هاي في مصلحتهم كانت، لأنه كانوا يأخذوها كما أخذوا الزكاة 2.5 وتصرفوا فيها، كان يقول بابا هذا رسول الله أخذ منكم شقد 20، توكلوا على الله تجيبوا، مولانا في مصلحة الدولة مو في ضرر الدولة حتى يخفون الحكم. ولهذا نحن بهذا استشهدنا، قلنا هذا الحكم لم يكن من حكم أصليا وإنما حكم ولائي، وإلا لا معنى 150 سنة يبقى الحكم ماذا في طي الكتمان. ما أدري واضح أعزائي؟ جيد.